سعيد بن جبير، لعلي ذكرته أكثر من مرة لكن لا بأس بإعادتها مؤثرة. سعيد بن جبير يذكر أنه لما أمسك به الحجاج وأمر بقتله، تصور إنسان معرض للموت، فلما أمر بقتله الحجاج قال الحجاج لسعيد بن جبير أول ما دخل عليه، قال ما اسمك؟ يعرفه طبعا الحجاج لكن هكذا، قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل أنت شقي بن كسير، يعني سعيد ما أنت سعيد، أنت شقي ولا أنت جبير، أنت كسير، قال بل أنت شقي بن كسير، قال أنا كما سماني أبي، وبيذبحه، قال أنا كما سماني أبي، قال إني قاتلك فاختر القتلة التي تريدها، أنت ميت ميت اختار كيف تريد أن تموت، قال اختر أنت فإن وراءك القصاص. شو الشجاعة هذه؟ يقول اختر أنت فإن وراءك القصاص، الله سيقتص لي منك، أنت اللي تختار مو أنا اللي أختار، اختر أنت فإن وراءك القصاص. قال ماذا تريد قبل أن تموت؟ قال أصلي ركعتين. قال وجهوه إلى قبلة النصارى، يعني يرى أنه كافر كيف تخرج على الخليفة وكذا، قال وجهوه إلى قبلة النصارى، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، روح إجابات جاهزة، قال أينما تولوا فثم وجه الله، قال والله لو عجلنك إلى نار جهنم، يعني بقتلك الحشة تروح النار على طول، قال والله لو عجلنك إلى نار جهنم، قال لو أعلم أن النار بيدك لاتخذتك إلها، ليست بيدك الجنة والنار، قال لو أعلم أن النار بيدك لاتخذتك إلها، فأمر بقتله فقتل. بعده بخمسة عشر يوم مات الحجاج، أصابه يعني يزوع دم، وكان يقول إنها دعوة سعيد. فالقصد أن الإنسان يعني إذا آمن بالقضاء والقدر وآمن بالله وأنه ناصره وآمن كذا، ما يهمه أحد أبدا، وإن كان مقصرا في جانب أو جانبين أو أكثر أو أقل، لكنه يعني إذا كان عنده ثقة بالله تبارك نعم يكون عزيزا بالله تبارك وتعالى، وإن كان مقصرا في جوانب.